كده، لكن تتاخد من قدامه، توصل في نص الملعب تاني محمد الستات، ياخدها وليد، عايز يعدي وليد، عدى مرتين ولعبها حلوه الكهرباء، والهدف التاني حطها على طول الهدف التاني، انما في اوف سايد، في اوف سايد من مساعد الحكم بيشاور محمد رمضان بيقول في اوف سايد، خدها وليد وعدى وليد باصرار. بصوا بقى يا جماعه، ادي واحد عنده 37 سنه، شوفوا الاصرار اللي بنتكلم عنه في الكوره اللي فاتت ديت، وتسديده من كهربا في الجول، ولكن كان واخدها من موقف تسل. شوف الكوره اهي اهي، ايوه في توقيف الكوره بان ان كهربا كان متسلل صحيح جابها.